شوف خالد انا ربما الموضوع اكبر من سيب القشور ونستر على هذه الكلمه، اكبر من سيب القشور، لان كاين عناصر متداخله وكل واحد كيقال كيعمل الجهد ديالو باش انه يموقع العناصر اللي كتنتمي للمنطقه ديالو، ودائما انه كيدافع عليها باش انها تتواجد في المواقع ديال القرار. كنت كنتمنى ان بالنسبه ليا جوج ديال العناصر اللي عندهم الشرعيه ديالهم ودافعت عليهم لنا في وسائل التواصل الاجتماعي، انني بالنسبه لي تعرضت لانتقاد، قال لك انت طبلتي لبوشعيب الحرج، طبلتي لرضوان جيد، انا طبلت لهم كاشخاص عندهم الكاريزما ديالهم، عندهم الشخصيه ديالهم، عندهم الشرعيه ديالهم باش انهم يتحملوا المسؤوليه. لا 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 كيقول سوقنا لهم، حنا هو كيقول لك لا لا ماشي سوقنا لهم في اطار المشروعيه. اسمع لي، لا ماشي انا كيقول لك هو طبلتي، انا كنقول له ماشي طبلنا ديال هذاك. انا بالنسبه لي هاد الناس ان عندهم الشرعيه ديالهم ودافعنا عليها وقلنا انهم عندهم الاحقيه باش يكونوا، ولكن شريطه باش يكون هناك فريق عمل. انا بالنسبه لي يتحملوا هما المسؤوليه، انا يمكن لهم يردوا للسابق للاعضاء السابقين شغالهم. ولكن شغلهم هذا اذا كانوا كيتوافقوا معاهم في نفس المشروع في نفس التوجه، ولكن بالنسبه لي في الحساب انهم غادي يتحاسبوا انهم يتقدموا الحصيله ديالهم، لان انا بالنسبه لي السارع الرياضي يائس من بعض الوجوه اللي عمرات اكثر من 15 سنه وهي تسير. انا مثلا من 2008 2009 والناس كيتواجدوا في المواقع ديال القرار وكيسيروا التحكيم المغربي، كاين اللي 10 سنين عنده، كاين اللي 8 سنين عنده ديال التسيير، ومع ذلك انه لم يفلح. وبالتالي احنا المطالب ديال رئيس الجامعه، ونتمنى ان بالنسبه لي في الخطابات ديالهم كيقولوا بان قالنا رئيس الجامعه، انا بالنسبه لي نتكلموا على المؤسسه، ما نحصروهاش فقط في الرئيس او لا في رئيس العصبه الاحترافيه، نهضروا على المؤسسه كمؤسسه. انا خوفي أن باش يكون أنه يكون هناك تحايل على هذا المطلب المشروع اللي هو تعيين أسماء اللي هي وازنة عندها شرعيتها، وبالتالي يتم أنه الإقحام ديال الأسماء. أن بالنسبة لي لأن تقديم ديال جوج ديال الأعضاء أن نهار السبت أنا بالنسبة لي كان غير لائق، بالنسبة لي أنه الكلمة ديال رضوان جيد في الافتتاح ديال الفوج الأول كانت واضحة ولا تحتاج إلى تأويل. خالد ما تحتاجش للتأويل أنا بالنسبة لي، لأن قال لهم حنا غادي ندبروا المرحلة بهذا الخمسة بينا، غندبروا هذه المرحلة ومسألة نستر عليها هو أنه جميع المحاضرات وجميع الدروس دارها رضوان جيد بوحديته كما حسب الشهادة ديال مجموعة ديال الإخوان اللي حضروا في هذاك، وكانت بواحد المستوى عالي، واحد المهنية بواحد الاحترافية بالنسبة لهم الإخوان، حتى بالنسبة للحوار وبالنسبة للنقاش اللي كانوا تحليل الحالات التحكيمية. هذا بالنسبة للحاجة اللي كتكون مزيان كنقولوها. كيكونوا داخلين في إطار اقتراح. لا أنا ما اقترحهم في التدريب هذا، لأن مادام أنك قلتي لي هو دار المحاضرات بوحده. نعم لا ولكن الربعه الاخر اللي كانوا معاك اش غيديروا؟ خالد انا بالنسبه لي كيف كانوا معينين رسميا راه كل واحد يدير حاجه. لا ولكن شنو كيديروا تما كيما حاضرين ستاج داخلين في اطار الاقتراح. خالد غير بالنسبه لي انا واحد حاضر الستاج راه عنده هذاك ديالو، عنده الصفه ولا عنده الصفه. انا حاضر اش كيدير في ستاج؟ الا كان غدير انت الدروس بوحديتك حضر بوحديتك ودير معاك موظفين اللي غادي يكونوا معاك. وانا قلت لك انا لا انا بالنسبه لي شوف سولت فيها. انا بالنسبه لي هل المساله لان كانوا هذوك الاعضاء انه اللي حضروا الفوج الاول وفي الفوج الثاني تم الاقتراح ديال جوج كلمه اخرى اللي تقالت. انا بالنسبه لي ولي درات الحكام هو انه قال لهم ان كلفنا رئيس الجامعه باش انه اي واحد تشمات فيه شي حاجه حنا ما غنديروا لا تحقيق لا والو، حنا غنتم الابعاد ديالو ما يبقاش في الوسط ديالنا. انا بالنسبه لي ماذا ماشي كلام، لان انا بالنسبه لي اي واحد كانت فيه الشبهات او كانت فيها خصنا نخرجوا له ديريكت وخصو انه ينمحي من الوسط الكروي، ما خصناش نبقاو نجلسي والهضره. انا بالنسبه لي غير هكاك